احتفلت محافظة شمال سيناء بعيدها القومي المواكب للذكرى 42 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. وقام محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء في مدينة العريش، وقدم التهنئة لأبناء مصر ومحافظة شمال سيناء وكل من سالت دماءهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.